بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد إمام من قناة الحكمة الساحرة. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن صناعة الورق. إزاي بيتم صناعة الورق؟ صناعة الورق في الأساس بتستخرج أو بتم تصنيعها من الأشجار. زي ما حضرتك شايفين دي غابات الأشجار اللي بيتم منها قطع الأشجار، تستخرج الأشجار زي ما انتوا شايفين كده، بتقطع تحمل وتروح على مصانع الورق. بتتاخد الأشجار من مساحات مقاطع معينة، بيتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة جدا، نشرها يعني. طبعا في أنواع أشجار ما بيتمش عليها صناعات خشبية، وفي بعض المصانع اللي هي بتاعت الصناعات الخشبية بتودي النشارة بتاعت الخشب بتاعتها لمصانع الورق. بيتم طحن نشارة الخشب ديت، وبيتم إضافة عليها مواد كيميائية مع التسخين، بيسموها عملية الطبخ، عشان ينتج منها إن هما يدوبوا الخلايا بتاعت الأخشاب، تبقى سهلة في التصنيع ويقدروا يقوموا عليها بعمليات التصنيع المختلفة. طبعا بيتم وضع بعض المواد عشان تبيض الخشب، لأن في منها بيبقى في منها ألوان مختلفة، فعشان ينتج الخشب الورق باللون الأبيض اللي احنا بنعرفه بيتم وضع بعض المواد الكيميائية. برضو بيتم إضافة المية، لأن المية عامل أساسي في صناعة الورق. كل كيلو ورق تقريبا بيستهلك 100 لتر مية، فديت كمية كبيرة من المية اللي بتستهلك في صناعة الورق. ولكن بفضل التكنولوجيا الحديثة بيتم استغلال أو إعادة تدوير المية لاستخدامها تاني. 90% من المية بيتم إعادة تدويرها تاني. هنا مازال الورق في عملية تصنيع بعد إضافة المواد المبيضة ليها، تم عجنها وهرسها بطريقة جيدة عشان تبقى ناعمة جدا. هنا بيشوف إن في مسمية عالية في الورق، عشان يتم، وطبعا في بعض الألياف الغير مرغوب فيها، فعشان يزيلوا بعض الحاجات ديت بيتم إضافة كربونات الكالسيوم عشان تزود من صلابة الورقة وقفل مسميتها. كل دي مراحل تصنيع بيتم فيها الورق البسيط اللي احنا بنستخدمه ده بيتم عليه مراحل كتير جدا. هنا زي ما قلنا المية العامل الأساسي في عملية تصنيع الورق. كل 1 كيلو جرام من الورق بيستهلك 100 لتر مية. وزي ما قلنا إن المية بيتم إعادة ترشيحها واستخدامها تاني أو تدويرها تاني بنسبة 90% من اللي تم استخدامه، عشان يتم إعادة استخدامه تاني في مصنع الورق، لأن ما يحصلش هدر كتير في المية. بعد كده بتخرج عجينة الورق، بتتضخ على دلافين أو اسطوانات حديدية كبيرة هتشوفوها حضراتكم دلوقتي. يتم تصفية العجينة من المية، وبتنزل على سير كده، عشان تنزل عبارة عن طبق رقيقة على سير،
وتمشي بين درافين أو بكرات حديد ستيل عشان تضغط الورق منه وتطلع منه بقية العصارة بتاعة المية. بعد كده تطلع عشان تتجفف على هيئة، تم لفها طبعا على هيئة رولات كبيرة، أو بتتقطع مباشرة لمقاسات معينة عشان يتم تصديرها أو استخدامها في مصانع الكرتون ومصانع الطباعة أو شركات الطباعة زي المجلات والجرايد وورق الكتابة وجميع أنواع استخدامات الورق. زي ما حضراتكم شايفين بتمر بمراحل كتير جدا لتنقية الورق وتظبيط السمك بتاعه وتظبيط اللون بتاعه عشان يطلع زي ما حضراتكم شايفين ورق رقيق بمقاسات مختلفة وسمكات مختلفة، ويشوفوا جودة الورقة نفسها بالمسمية بالبياض. مراحل كتير جدا هنا زي ما حضراتكم شايفين اهوت بكرات الستيل الكبيرة بتضغط الورق عشان يطلع من الناحية التانية ملفوف على رولات أو مقاسات مختلفة من شرايح الورق. طبعا بيخش معامل، بيخش اختبارات كتير، يشوفوا جودة التماسك، في بعض الأوراق طبعا بيتم إضافة إليها الألياف القطنية زي الورق اللي بيستخدم في العملات، في صناعة العملات الورقية بيتم إليه إضافة الألياف القطنية عشان يبقى قوة تماسكه أكبر وما يتقطعش بسهولة وجودته بتبقى أعلى. زي ما قلت لحضراتكم من الرول بتاع الورق بعد ما خلص، طبعا في مقاسات كبيرة وفي مقاسات صغيرة وفي سماكة كبيرة، سمكة الورقة نفسها بتتقاس بالملي. هنا بيتم ضبط البكرة الكبيرة اللي هيتم التقطيع منها بعد كده، سواء هتصدر زي ما هي رول كبيرة أو هيتم تقطيعها على بكرات أصغر أو يتم تقطيعها على مساحات ورقية معينة. زي ما قلنا لحضراتكم هنا بتمر بعمليات اختبار جودة عالية للتأكد من صلاحية الورق وكثافته ودرجة النصوع والبياض وحاجات كتير جدا. بيتم نقل البكرات ديت أو تقطيعها زي ما قلنا وتغليفها وتصديرها لدول كتير جدا في العالم. قديما طبعا كانت صناعة الورق بتاخد مجهود أكبر بكتير من اللي احنا شايفينه، وكانت الجودة تبقى قليلة ومش بنفس الجودة والكلام ده، لكن مع تقدم التكنولوجيا والآلات الحديثة والمعامل واستخدام كيماويات أحدث تم التغلب على مشاكل كتير جدا كانت موجودة في الورق. دلوقتي بنحصل على ورق ذو جودة عالية كفاءة ممتازة. دي كانت فكرة عن طريقة صناعة الورق اللي بيتم إنتاجه من الأخشاب بتاعة الغابات أو الأخشاب اللي تم استخراجها أو إعادة تدويرها من مصانع الأساسات والأساس والأخشاب والحاجات دي كلها.
أرجو أنكم تكونوا قد استفدتم من المعلومة، وإن شاء الله نتقابل مرة جاية في معلومة جديدة وطريقة جديدة وتكنولوجيا جديدة. ما تنسوش الإعجاب والاشتراك وشير للمعلومة عشان الكل يستفاد. كان معكم محمد إمام، قناة الحكمة الساحرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.